اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على قناه صحه وتخسيس. الناس الاول مره تشوفنا يا جماعه القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. بعد حلقه الفطر الاسود، الناس المشتركين معايا في القناه، الناس المتابعيني دايما عارفين ان الحلقه اللي فاتت كانت على الفطر الاسود وموجه الرعب والتهويل اللي كانت على مواقع التواصل الاجتماعي. فهمنا كل حاجه على الفطر الاسود من مخاطره، من طرق انتقاله، من اسبابه. النهارده وبعد ظهور حالات من الفطر الابيض والاصفر، الفطر الابيض ظهرت له حالات يا جماعه في ولايتي باتنا وبيهار في الهند، والفطر الاصفر تم اكتشاف اول حاله في الهند في ولايه غازي اباد. بعد ظهور الفطر الابيض وظهور الفطر الاصفر قلت لازم اعمل لكم الحلقه دي عشان تتكلموا، عشان تعرفوا كل ما يجب معرفته على الفطر الابيض والاصفر، وهل فعلا هم خطيرين زي الفطر الاسود ولا لا. كل ده هنعرفه في الحلقة دي، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، اهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو الفطر الابيض؟ الاسم اللاتيني بتاع الفطر الابيض يا جماعه اجاريكاس بسبورس. ليه مسميات تانية بنسميه داء المبيضات، بنسميه السلاق بتاع الفم، او بنسميه القلاع الفموي. اول حاجه يا جماعه، الفطر ده مش حديث اليوم، ده موجود منذ مئات السنين وفي اكتر من 200 نوع، وكل نوع ليه سلالات مختلفه، واكتر من 20 نوع منه بيسبب العدوى للبشر. النوع ده من الفطريات يا جماعه بيسبب الامراض الانتهازيه، والنوع ده من الفطريات، ما هو مش فطر واحد، ده ما هي الا نقطه في بحر قائمه تضم انواع مختلفه، لان هي عباره عن مجموعه فطريات متعددة الأشكال عندها القدرة إن هي تتحول من شكل لآخر علشان تتعايش طبقا للظروف البيئية المختلفة اللي موجودة فيها أو اللي اتفرضت عليها. المفروض إن الفطريات دي يا جماعة موجودة عندي في الطبيعة، يعني موجودة في جسمي في الطبقات السطحية بتاعة الأغشية المخاطية في بطانة الفم، وموجودة كمان في المريء، موجودة في الأمعاء، وموجودة في القناة التناسلية. عارفين الفطريات البيضة هي الفطريات اللي انتوا بتشوفوها عند الرضع، اللي هو تبقى مالية الطبقات بتاعت اللسان واللسان يبقى لونه أبيض كله، اللي هو تراكم فطريات الكانديدا ألبيكانس في اللسان عندنا. طيب، طرق العدوى ازاي بالفطر الأبيض يا جماعة؟ اني انا استنشق العفن، فبالتالي العفن ده بينتشر للأعضاء الحيوية ويسبب لي مضاعفات خطيرة جدا، خاصة لو أنا شربت مية ملوثة بالفطر يا جماعة. عشان كده بنحرص دايما إن احنا نلمس المية بتاعة الصرف الصحي. طيب يا دكتور، إيه هي العوامل اللي بتساعد على زيادة نمو الفطر الأبيض؟ أو إيه هي أسباب ظهور الفطر الأبيض؟ أو إيه هي الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفطر الأبيض؟ الكلام اللي هقوله دلوقتي والاسباب اللي هقولها دلوقتي يا جماعه مش اسباب بس الفطر الابيض، ده اسباب تحطوها خطوط حمراء للاصابه بجميع انواع الفطريات. اول حاجه يا جماعه، نقص المناعه او اضطرابات المناعه الذاتيه. اي حد عنده مشاكل في المناعه، زي الناس اللي عندهم الايدز، الناس اللي عندهم السرطان يا جماعه نتيجه ادويه الكيماوي برضو المناعه عندهم بتقل، الناس اللي بياخدوا المنشطات المثبطه المناعه، المنشطات اللي بتقلل المناعه، زي المرضى اللي بيزرعوا الاعضاء واللي بيزرعوا الخلايا الجذعيه، كمان مرضى الكورونا اللي بياخدوا ادويه الكورتيزون اللي بتقلل عندهم المناعه، كمان الناس اللي بتتعاطى المخدرات عن طريق الحقن الوريد المناعه عندهم بتبقى قليله. الكلام ده كله يا جماعه بيمنع جهاز المناعه ان هو يشتغل بشكل كويس، وبالتالي ما يقدرش يدافع عن الجسم، وبالتالي تلاقي اغلب الناس المعرضين زي كبار السن، الرضع والاطفال. فانت او انت سيادتك لما يجي طفلك يتصاب بالفطريات البيضاء او لسانه يبقى ابيض بالفطريات، اول حاجه احنا هنخلص من الفطريات، وليها اساليب علاجيه كتير جدا متاحه في كل حاجه بعيدا عن التهويل اللي منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن اول حاجه يجي في دماغك او في دماغك ان الطفل ده مناعته ضعيفه، عشان كده الفطريات ابتدت تنمو على
الاساس. خلينا يا جماعه نبدا من الاساس، اعرف ايه اساس المشكله اللي عندي. تاني حاجه من الناس اللي ممكن يصيبها الفطريات يا جماعه، الناس اللي عندها الامراض المزمنه. عندنا مثلا مرض زي السكر، مرض السكر ده يا جماعه بيزود الالتهاب بشكل خطير وبيثبط المناعه بتاعه الجسم بتاعه البني ادم، فبالتالي بيسهل دخول الفطريات بسهوله عندي، كمان يخليها تنتشر وتزدهر في الجسم. كمان مرضى السكر يا جماعه دايما تلاقي عندهم التهابات بالجلد وكدمات متكرره منتشره يعتبر في كل انحاء الجسم، ودي من الحاجات اللي بتسمح بدخول الفطريات بسهوله. كمان مرضى اضطرابات الكلى، عشان كده يا جماعه الفنان سمير غانم كان من ضمن مرضى اضطرابات الكلى، المناعه بتاعتهم بتبقى قليله يا جماعه، لان مرضى اضطرابات الكلى بيعيق العناصر الغذائيه المناعيه الحيويه اللي بتنتجها الكلى. كمان المرضى اللي عندهم سوء تغذيه والمرضى اللي عندهم انخفاض في عدد كرات الدم البيضاء اللي هي المفروض دورها ان هي تدافع على الجسم ضد الاجسام الغريبه اللي داخله له، كمان الناس اللي عندها امراض الكبد ونتيجة وتراكم السموم فيها طبعا بتمنع الجهاز المناعي من العمل بشكل سليم. بعد كده عندنا التدخين يا جماعة، سواء سجاير أو شيشة. عندنا بعد كده يا جماعة التدخين زي السجاير أو الشيشة، ده يا جماعة التدخين مرتبط بمجموعة متنوعة من التغيرات اللي بتسببها في تجويف الفم والحلق، وبالتالي بيؤثر على اللعاب والبكتيريا والفطريات اللي موجودة في الفم وبيديها الفرصة ان هي تزدهر وتنتشر بطريقة كبيرة. الشيشة كمان انا بعتبرها بيئة مثالية علشان تتكاثر فيها الكائنات الحية، خاصة طبعا انتوا عارفين الخرطوم واحد يمسكها من التاني، التجويف المائي اللي موجود فيه ده بيئة مثالية لنمو الجراثيم والبكتيريا والفطريات. كمان يا جماعة في ناس بتستغربني الملابس الضيقة يا جماعة اللي بنلبسها بتسبب احتكاك وتهيج الجلد، كمان بتزود الرطوبة وتبخر العرق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. نخلي ده يا جماعة ان الملابس الضيقة من اسباب الاصابة بالفطر الابيض. كمان الملابس الضيقة بتخلي اصابتك سهلة بالفطر الابيض، والفطر الابيض بيأثر على الجلد والاغشية المخاطية، وبالتالي بننصح ان نلبس الملابس الواسعة لان هي بتسمح بسريان الهواء. بعد كده يا جماعة عندنا الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، ديكم شايفين اي حد عنده دور برد يقولك اخد مضاد حيوي. يا جماعة المضاد الحيوي ما بيتاخدش الا في ظروف خاصة انا شرحتها قبل كده، يعني مش خوفك من فيروس الكورونا يخليك يعميك انك انت يدخلك في متاهات تانية. الاستخدام العشوائي للمضادات الحيويه يا جماعه بيسبب لي الاصابه ببكتيريا مقاومه المضادات الحيويه وازدهار وانتشار الفطريات، علشان كده مرضى الكورونا اللي بياخدوا البروتوكولات عمال على بطال عشوائيا ما بينفعش معاهم، وبيظهر عندهم نمو فطريات غريبه زي الفطر الاسود والفطر الابيض والفطر الاصفر اللي هعرفكم عليه كمان شويه. كمان يا جماعه من ضمن الاصابه اسباب الاصابه بالفطر الابيض عدم تعقيم اجهزه التنفس الصناعي بالمستشفيات. طيب دكتور ايه هي اعراض الاصابه بالفطر الابيض؟ اول حاجه الاعراضه بيديني اعراض تنفسيه شبيهه بالكورونا يا جماعه، لكن لما امسك الشخص واعمل له فحص بتاع الكورونا يطلع عندي سلبي. اعراض كمان مشابهه للفطر الاسود، لما يوصل للرئتين بيسبب لي سعال وألم بالصدر وضيق في التنفس، بيعمل لي بقع بيضاء على الجسم يا جماعة سواء على الأظافر أو الفم والحلق، بيعمل لي التهابات بقى في جميع أنحاء الجسم، منها التهابات في الجيوب الأنفية، بيعمل لي التهابات في الجهاز التناسلي والمسالك البولية، بيعمل لي ألم في المفاصل، بيعمل لي تورم، بيسبب لي صداع مستمر، بيعمل لي تعب وإرهاق، وبيعمل لي التهاب في خلايا المخ، كمان بيسبب لي مشاكل بالجهاز الهضمي والمعدة والأمعاء، وممكن يدخلني في حساسية. طيب دكتور بعد إذنك إيه مدى خطورة الفطر الأبيض؟ في ناس بتقول إن هو أكثر خطورة وأشد فتكا من الفطر الأسود لأنه بيسبب أضرار خطيرة للأعضاء الحيوية اللي بتأثر على المخ والجهاز التنفسي والهضمي والكلى والأعضاء التناسلية، رغم إنه ده متواجد فطر متواجد بالطبيعة زي ما قلت لكم من شوية، لكن خطورته بتيجي إمتى يا جماعة؟ وبالتالي نركز الأمهات اللي عندها طفل في فطريات ما تستهونش بالموضوع. خطورته بيجي لما يقدر يوصل للسقف بتاع الحلق يا جماعة، خطورته لما يوصل للسة، خطورته لما يوصل للوز جوه أو يتسلل للرئتين والمريء، ساعتها بيسبب عجز الإنسان إن هو حتى يقدر يبلع الأكل بتاعه. عشان كده بنسميه في طبيا بولمونري فانجس. بولمونري فانجس يعني في إشارة إن هو
كل وصوله ان هو اعراضه بتشبه اعراض الكورونا، لان هو بيحب ينتشر في الرئه، تمام. لكن الفطر الاسود، وده الاختلاف ما بينهم، الفطر الاسود بنسميه رينو سيريبرال. رينو سيريبرال ان هو بياكل الانسجه اللي موجوده في الانف والانسجه اللي موجوده في الحلق والعين وبيصل للمخ. ده الفرق ما بين الفطر الابيض والفطر. طيب دكتور، ايه هو الفطر الاصفر؟ اول حاجه، طرق العدوى بتاعه الفطر الاصفر ان سيادتك في قله في النظافه الشخصيه، ما بتهتمش بنظافتك الشخصيه، بتاكل الاطعمه الملوثه وايديك مش مغسوله. طيب الناس المعرضين للاصابه بالفطر الاصفر هم نفس الناس المعرضين للاصابه بالفطر الابيض والفطر الاسود اللي انا كلمتكم عليهم من شويه. طيب ايه هي اعراضه الفطر الاصفر؟ اعراض الفطر الاصفر يا جماعه ان هو بيسبب اضطرابات هضميه، يعني تلاقي المريض اللي بيتصاب بيه في عنده فقدان في الشهيه، في عنده فقدان في الوزن، في عنده ضعف في التمثيل الغذائي، خمول حاد، تلاقي عينيه دايما حمراء ومليانه بالدموع، غرقانه بالدموع على طول، وبيسبب كمان بطء التئام في الجروح، لو واحد اتجرح تلاقي الجرح بتاعه يطول معاه. طيب ايه هو مدى خطورته؟ اول حاجه، ما ظهرتش حالات بالفطر الاصفر في مصر يا جماعه، ظهرت في الهند، لان في الهند عندهم يا جماعه نقص مناعه شديد وتلوث بيئي كبير جدا في الهند. كمان بينتقل عن طريق ان هم يا جماعه بيحتكوا جدا بالزواحف، وده من اسباب انتقال وانتشار الفطريات في الهند. في ناس بتقول ان هو اكتر خطوره من الاسود والابيض، هو خطورته بتكمن ان هو طبيا بنسميه disseminated، ان الفطر الاصفر بيبدا داخليا، يعني بيبقى جوه القناه الهضميه يا جماعه في عندك، فبيسبب التقيح او القيح او تسرب القيح، وبيعمل بطء لالتئام الجروح زي ما قلت لكم من شويه، وللاسف في الاخر لما بيوصل للاعضاء بيعمل فشل حاد بالاعضاء ونخر حاد اللي هو نيكروزيس، يعني اي عضو بيوصله بيخليه يصاب كانه باللون الاسود، يعني نخر حاد، فبالتالي فشل حاد بالاعضاء بتاعه الجسم. انا كده شرحنا الحلقه اللي فاتت الفطر الاسود، النهارده شرحنا الفطر الابيض والفطر الاصفر. ارجو عدم الاخذ بتهويلات مواقع التواصل الاجتماعي. ناخد المعلومه يا جماعه، نفهم الصح. انا بتهيالي فيروس كورونا ما زلت اني بقول ان له ايجابيات في الحياه المختلفه اللي عايشها لنا، من حيث ان احنا ابتدينا نهتم بنظافتنا، من حيث ان احنا ابتدينا نعرف يعني ايه صحه، ابتدينا اي حاجه تجينا نبتدي نسال ونعرف وندور ونشوف ونفهم ايه هي دي بالظبط. ففيروس كورونا ليه ايجابيات كتير. في ناس كان طفلها بتجيلي، الطفل بتاعها بقه مليان فطريات، وبتقولي ما بيرضعش بقاله 3 ايام ولسه جايه تسال عليه دلوقتي لما منع الرضاعه نهائي. فاحنا ان شاء الله من الحلقه اللي جايه هنبتدي نعرف ازاي نشخص الفطريات وايه هي طرق العلاج بتاعته اللي هي الادويه البسيطه عشان ما تقلبش علينا بالحالات الخطيره. الفطريات يا جماعه مش عايز اقلقكم، الفطريات دي موجوده معانا في الطبيعه، خطورتها في تكمن في عدم علاجها او عدم اكتشافها وعدم علاجها، فبالتالي هي بتنتهز الفرصه وبالتالي بتصيبنا بامراض خطيره قد تؤدي للوفاه. اتمنى ان الحلقتين يكونوا عجبوكم، هحط لكم لينك الفطر الاسود في بدايه الحلقه علشان الناس اللي ما شفتوش تشوفه. اتمنى يا جماعه لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك الفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كنتم في قناه صحه وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمه، الف سلامه.